الكريم هو الآن يدرك أن لا يملك أحد أن يقف أمامه، خاصة في أمريكا كما قلنا. يعني عمليا إذا فعلا الإدارة إدارة بايدن وقفت ضده، ربما يكون هذا خسارة لها في الانتخابات. لكن هو يخطط جيدا، وعمليا الإدارة الأمريكية كل شيء فعله نتنياهو في النهاية تبنته. يعني تصريحات كيربي واضحة، تصريحات جاك سوليفان واضحة. العدو الأمريكي هو جزء يعني أصيل في هذا العدوان على شعبنا وعلى لبنان. يعني هذه والبوارج الحربية الأمريكية التي تتحرك أيضا في المتوسط، يعني هذا هذه بديهية بالفعل. والسلاح الأمريكي والطيران الأمريكي وكل شيء أمريكي والمشروع أمريكي في النهاية. هذه إسرائيل هي دولة يعني كيان استعماري سرطاني موجود في منطقة لا تشبه هذه المنطقة ولا تنتمي إليه بأي شيء. هذا يعني جيب استعماري أمريكا متعهدة بدعمه ومتعهدة حتى. يعني تخيل معي لو لم تكن أمريكا موجودة بعد 7 أكتوبر، أين إسرائيل ستكون؟ يعني حقيقة يعني لابد أن لا نغفل هذه النقطة. لكن عمليا نتنياهو يريد أن يجر كل هذا الجيش وصولا إلى هدفه. هو لديه هدفين، هدف قريب الأمد متعلق بمحاولة فك الارتباط بين لبنان وبين غزة، هذا يخطط له جيدا، سواء بحرب تؤدي إلى محاولة الوصول إلى اتفاق. والهدف الأخير هو يعني عمليا إدخال أمريكا في حرب مع إيران على قاعدة التي يتحدث فيها الإسرائيلي كثيرا، متعلقة بضرب الرأس وليس الانشغال بالأطراف. هذه نظرية يعني يتحدث فيها بعض الكتاب الإسرائيليين. بمعنى لديه الهدف الأخير والأهم بالنسبة لنتنياهو، هو الحلم بالنسبة لنتنياهو، أن يجر أمريكا لمواجهة مباشرة مع الدولة مع إيران. بالتالي عندما نصل إلى هذه إلى ما يعني عندما ندخل في عقلية نتنياهو ونفهم كيف يفكر نتنياهو، نعلم الخطوات التالية التي ربما يذهب إليها والمتعلقة بأنه سيجتاز كثير من الخطوط الحمراء وينشد التصعيد. اليوم مثلا